القضية التانية في هذا الأسبوع ليها علاقة، وإحنا بس مأخرينها شوية يعني، بالتحكيم المغربي، بالقشور اللي يعني في أي صفحة وفي أي مكان تجد بالقشور حاضرا حتى لو ملوش علاقة فيها. كل التحية والتقدير للشخص المحترم طبعا، لكن بنتكلم على الغضب الموجود من الجمهور المغربي حوالين قضايا التحكيم الكتير الموجودة في مختلف الفرق الحقيقة. يمكن الوداد خد أكتر شوية، لكن الجيش الملكي، الرجاء، كل الفرق ليها وعليها في موضوع التحكيم ده. إيه رأيك؟ هي أكبر يعني أضعف حلقة في كرة القدم المغربية. يعني إذا كنا كل فترة بنقارن ما بين مستوى المنتخب المغربي والفرق الكبير الشاسع ما بينه وما بين مستوى البطولات المحلية في المغرب، فالبطولة المحلية نفسها في فرق كبير ما بينها ككرة قدم وإدارة وما بين الحلقة الأضعف فيه اللي هي التحكيم. مفيش مباراة تقريبا بتعدي بدون حالة من الغضب الجماهيري والاحتجاجات الدائمة على الحكام. أنا اتفرجت مثلا الأسبوع ده على مباراة الرجاء والمغرب الفاسي، فيها لقطة مثيرة للجدل جدا، بس لفت نظري حاجة فيها، كانت شبه لقطة ضربة جزاء محتملة لفريق المغرب الفاسي. لفت نظري أنه تقنية الفيديو، حكام تقنية الفيديو بالأساس لم يستدعوا حكم الساحة لمشاهدة اللقطة في الشاشة الخاصة بتقنية الفيديو. ده بالنسبة لي أنا كمشاهد عادي كان شيء مستغرب. اللقطة للرجاء ولا على الرجاء؟ اللقطة على الرجاء، كانت فرصة ضربة جزاء للمغرب الفاسي، فاستغربت. يعني هي الكورة، أنا حتى كمشاهد ما بقدرش أطلق أحكام سريعة على الكورة، أكيد الحكم عنده دراية يعني بالقانون أكتر، بس حسيت أنه أنا كمشاهد محتاج أن الحكم يروح لتقنية الفيديو. فبالتواصل حتى مع عدد من الصحفيين المغربيين، يعني وإحنا بنتكلم على موضوع التحكيم، كان اغلبهم بيتكلم على جزئيه انه المشكله مش بس الحكام، المشكله اكتر متعلقه بغرفه تقنيه الفيديو، ان حكام الفيديو لا يستدعوا الحكام في اوقات من الضروري انهم يستدعوا الحكام فيها عشان على الاقل يحسموا الجدل، لان ليه؟ دايما الجدل ده سؤال بلا اجابه، ما عنديش اجابه. انا ممكن اعمل حاجه، ممكن اعمل حاجه دلوقتي لو عندك اجابه احييك الاول. ماشي، عشان انا بقى عندي حاجه، بس اسيب محمد يخلص كلامه. انا عمال ابتسم من الصبح عشان الكلام موديني على سكه انا عايز اتكلم فيها. الفكره هنا تقنية الفيديو معمولة ليه؟ علشان تساعد الحكم، علشان تقلل الأخطاء. هي مش هتلغي الأخطاء 100%، بس للأسف في كتير من اللقطات تقنية الفيديو لا تستدعي الحكم من يعني الأساس. تكبر من الحكام ولا ثقة في إن رأيهم هو الأهم ولا ده سؤال عندي، ده مهم جدا. خلي بالك إن تقنية الفيديو هي اللي بتستدعي الحكم، مش الحكم هو اللي بيطلب اللجوء لتقنية الفيديو. فأعتقد إن هنا تقنية الفيديو هي اللي فيها بتوحي إن فيها خلل كبير جدا. نقطة تانية، وهذه الكلمة العادل، إنه الاعتراضات الجماهيرية دائما على الحكام كبيرة جدا. وإحنا كنا لسه في الأول بنتكلم على النتائج المتذبذبة جدا للفرق المغربية الكبيرة على مستوى الدوري، ده بيشكل ضغوطات كبيرة على الإدارات. فبالتالي مع اعتراضات الجماهير الكبيره، كمان الادارات بتلجا للاعتراض على التحكيم كنوع من انواع لفت الانظار عن النتائج السيئه والتحجج بالتحكيم في بعض الاحيان في تبرير هذه النتائج السلبيه. لكن بلا شك التحكيم هو حلقه ضعيفه في كره القدم المغربيه، زي ما هو حلقه ضعيفه في عدد كبير من الدول العربيه، منهم احيانا بيبقى عندنا في الدوري المصري بنلجا احيانا لبعض الحكام الاجانب لان في بعض الانديه بتشتكي. عندك على سبيل المثال الدوري السعودي كل المباريات بيديرها حكام اجانب، فهي ظاهره في الوطن العربي، مش جديده على الكره المغربيه او مش حاجه مستهجنه، انما هي المثير بالنسبه لي فيها هي فكره تقنيه الفيديو، لماذا لا تتدخل يعني؟ اتفضل يا فندم. طيب عشان بس الناس تبقى عارفه احنا نقصد ايه من الموضوع، احنا ما بنلومش على التحكيم المغربي لوحده، التحكيم العربي فيه ازمات فيه كتيره جدا. اللقطه اللي حصلت في ماتش الرجاء والجيش الملكي في ملعب العرب الزولي في قمه الدوري المغربي بين الرجاء والجيش الملكي، وتحصل ادم النفاتي على ركله جزاء، وكان حكم المباراه ساعتها كان هشام التمسماني. طيب الناس كلها مسكت في الحكم وثابت مين اللقطة هي، بيستلم الكورة إنونجا بيتدخل معاه، الحكم يعني إيه متردد يحسب ولا ما يحسبش، الفار قال له تعالى عشان الكورة فيها ركلة جزاء. على فكرة إدارة الجيش الملكي المتحفظة دايما قدمت بلاغ للجامعة الملكية وللتلفزة المغربية علشان حتة إعادة اللقطات أحيانا بتعاد من أماكن غير جيدة، سيئة جدا. طيب بص بقى، حكم الفار هنا أحمد أدردور كويس، ناس كتير ما اتكلمتش عنه، وان هو اللي قال للحكم تعالى ده الكوره فيها ركله جزاء او تعالى شوفها. طب حكم اللي هو هشام التمسماني ده، الراجل ده انا قلت علشان نشيل من عنه الحرج، طب تعالى نشوف هو عمل ايه في ماتشات الجيش الملكي قبل كده. الجيش الملكي لعب معاه 11 مباراه، فاز في 6، تعادل في 3، او لا ما فيهاش حاجه، مفيش حاجه خالص خالص، اتحسبت بنالتي واتحسبت ركله جزاء في الدقيقه 95 وسددت في الدقيقه 100، واللي سددها حسين رحيمي وتصدى ليها الخياطي. تمام، وكانت ممكن تعمل ازمه كبيره. تكرار الموضوع للرجاء عادي، يعني ذكرتوا نموذجين للرجاء تحديدا
انا ماتش المغرب الفاسي كان محمد بيتكلم فيه وانا اتكلمت عن ماتش. لا مش قصدي حاجه، بس انا ما بعتقدش انها مقصوده يعني، اعتقد انها صدفه مش اكتر. اعتراضات التحكيم بتبقى كتيره، ما اقدرش اقول انه ان بما انه الرجاء عامل مشترك فده معناه حاجه ابدا. طيب. وبالمناسبه نفس الحكم زي ما قلت الاحصائيه بتاعت الجيش الملكي، نفس الحكم الرجاء برضو نسبه فوزه مش عاليه معاه. الرجاء لعب 10 ماتشات فاز في 5 تعادل في 4، يعني سوء مستوى تحكيم على الكل مش على نادي بعينه. حكام الفار اللي هنا فيه مشكله، الناس كلها مسكت فيه هشام حكم الساحه وسامت احمد قدر دور اللي هو حكم الفار اللي كان موجود في المباراه. فهنا انت عشان السنه دي الدوري المغربي اصعب بكتير من السنتين ثلاثه اللي فاتوا، عدد الانديه المتنافسه كتير والانديه الكبيره مستواها متذبذب من رجاء لجيش ملكي لوداد. فالنهارده لو انت ما خدتش بالك مع جمهور بيبقى متحفز في كل المباريات ممكن تحصل مشاكل، فانت لازم يكون مستوى التحكيم في شكل افضل من كده. لكن اللقطه بتاعت الجيش الملكي تحديدا ضربه الجزاء دي بينت ان المشكله مش بس في تقنيه الفيديو، لان هنا حكم تقنيه الفيديو استدعى الحكم الرئيسي وراح وبص، والحكم الرئيسي راح شافها زي ما احنا بنشوفها دلوقتي كده وشايفين انها مش ضربه جزاء، بس هو حسبها ضربه جزاء. فالمشكله هنا واضح انها كمان اكبر يعني. طيب اخر حاجه عندي النهارده هو افضل لعيب في افريقيا. من افضل لاعب في افريقيا استحقاقا وتوقعا، لانه ساعات دي حاجه ودي حاجه ثانيه يعني. من يستحقها ومن سيفوز بها؟ من يستحقها ده سؤال صعب. هي الترشيحات مبدئيا مثيرة إلى حد ما، لأن فيها استبعادات من وجهة نظري إلى حد ما غريبة، على رأسها غياب محمد صلاح، غياب بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن، غياب إلى حد ما أوباميانج، أيوب الكعبي كمان متألق مع أولمبياكوس وقاد أولمبياكوس للفوز بلقب الكونفرنس ليج دوري المؤتمر، كان لازم على الأقل أيوب الكعبي يبقى موجود. بما أن لوكمان اللاعب النيجيري موجود في القائمة بعدما قاد أتلانتا للفوز بالدوري الأوروبي، كان على الاقل يبقى ايوب الكعبي موجود. ابراهيم دياز مفترض الى حد ما بعد برضه اداؤه الجيد، صحيح مش لعيب اساسي في ريال مدريد لكن مفترض انه كان يبقى موجود. ففي اسماء كتيره، محمد قدوس منتخب غانا واحد من طبعا افضل اللعيبه في الدور الاول في كاس الامم الافريقيه الاخيره. لكن هو السؤال اللي بيفرض نفسه دايما، ما هي المعايير اللي على اساسها بيختار الاتحاد الافريقي اللاعبين؟ هل ادائهم مع المنتخب؟ هل يتجاهل ادائهم مع الانديه؟ لان عدم وجود محمد صلاح، عدم وجود محمد قدوس، غياب ايوب الكعبي، كل الاسماء دي متعلقه جدا مع انديتها، لكن غيابها عن القائمة شوية غريب. عندي بعض التفسيرات لكده بس أعتقد وقتنا مش سامح ليها، فهنروح للاختيارات. أنا في رأيي المنافسة قد تكون منحصرة من بعيد كده ما بين لوكمان المهاجم النيجيري اللي بيلعب في أتلانتا الإيطالي اللي قاد الفريق للدوري الأوروبي، قاهر باير ليفركوزن سجل 3 وصل نهائي كأس الأمم ولعب نهائي كأس الأمم وكان مؤثر في كأس الأمم الإفريقية. وعلى الجانب الآخر سفيان رحيمي في رأيي واحد من أبرز اللعيبة، مش حكيمي، أنا ميال أكتر لسفيان رحيمي. سفيان رحيمي الحقيقة عمل أداء مبهر جدا في دوري أبطال آسيا، ده هيبقى شوية غريب إن أنت تدي أحسن لاعب في إفريقيا للاعب متألق في دوري أبطال آسيا، لكن هو سفيان رحيمي زود تألقه في دورة الألعاب الأولمبية في باريس وقاد المغرب لميدالية أولمبية تاريخية، وكان هداف الألعاب الأولمبية غير أداءه الرائع بقى يعني، كمان سيبك هو لعيب ممتع جدا. فأعتقد إن هو منافس رئيسي، قصة كلها حلوة، على جائزة أفضل لاعب. ماشي، لوكمان أو رحيمي او حد ثالث؟ لا، وكمان اشرف حكيمي، انا شايف ان اشرف حكيمي يستحق انه يكون موجود. السنه اللي فاتت كان اشرف حكيمي المركز الثاني، ليه لا ما يكونش اشرف حكيمي السنه دي؟ لان كان قائد كمان للمنتخب المغربي مع منير المحمدي في دوره الالعاب الاولمبيه. بس احنا عشان مش عارفين المعايير انت بتحددها على مستوى نادي. انت بالنسبه لك مين الافضل لو تختار اسم واحد؟ لو هختار اسم واحد اشرف حكيمي. وانت حافظ؟ رحيمي. اوكي، رحيمي حكيمي بالنسبة لك هو يعني الأفضل. حكيمي لثبات المستوى في السنوات الأخيرة، رحيمي يبرهن على ده لما يستمر في مرة واثنين وثلاثة سنتين ثلاثة تقدر وانت مغمض هتقول رحيمي، لأن رحيمي بيقدم مستويات رائعة حتى في المباراة اللي خسروا فيها. طيب. بنتيجة 5-4.